بالوقائع والأرقام، ونحاول نقول جزء من مصايب السيسي في 3 دقايق. يا ترى هتقدر نعمل ايه؟ تعالوا نجرب كده مع بعض نقول في 3 دقايق انجازات بلحة. تيجي نجرب؟ تعال نجرب كده مع بعض. شغل العداد يا علي، شغل العداد، اشتغل. السيسي قام بعمل كشوف العذرائية للبنات في ثورة يناير، واعترف بكده للصحف الأجنبية لما كان مدير المخابرات المصري الحربية، متهم بالمشاركة في تدبير مذابح ماسبيرو واستاد بورسعيد وقت لما كان برضه مدير المخابرات الحربية. أما مصايب الانقلاب العسكري، فقاد انقلاب عسكري ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر وسجنه وقتله، قام بأكبر مذابح عرفتها مصر في عصرها الحديث في رابعة والنهضة وسد الدفاع الجوي، وراح ضحيتها آلاف المصريين. اعتقل عشرات الآلاف من المعارضين من كافة الطيارات ولفق لهم قضايا. نفذ أكثر من 77 حكم إعدام لمعارضين مصريين، ده غير مات مئات قتلهم بالإهمال الطبي. مصايب السيسي جوه الدولة، قام بإغلاق قنوات ومواقع إخبارية، واعتقل وحبس عشرات الصحفيين. أصدر قانون للصحافة والإعلام كمن به الأفواه وصادر به حرية الرأي. أصدر قانون السلطة القضائية اللي منع استقلال القضاء وتحكم به من خلاله بالقضاء. غير عقيدة الجيش المصري من حرب الصهاينة للحرب على الإرهاب من غير ما يقول لنا يعني إيه إرهاب. وبالتالي بدل ما كان العدو هو إسرائيل أصبح العدو أي معارض للسيسي. حلف أكثر من مرة بالله إنه ملوش طمع في السلطة، فعمل انقلاب عسكري وغير الدستور عشان يقعد بالحكم ل 30 20 30. حلف أكثر من مرة إن لو المصريين نزلوا ضده أو اعترضوا على قراراته هيمشي ومش هيقعد في الحكم ثانية، وفضل يحلف ولحد دلوقتي ما نفذش بعده ولا مرة. قام باعتقال عدد كبير جدا من ضباط الجيش وحاكمهم عسكريا زي أحمد قنصوة وسامي عنان وأحمد شفيق وغيرهم كتير من المحبوسين في السجون العسكرية. خيانة السيسي المصريين، وقع في 2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير، وتنازل عن 1000 كيلو متر من سيناء لصالح مشروع نيوم السعودي. وقع في 2015 اتفاق بينه وبين اثيوبيا والسودان، تخلى بيه عن حق مصر في نهر النيل، ووافق على بناء سد النهضه في اثيوبيا اللي ما كانش يلاقي ورقه رسميه. وقع في 2014 اتفاق مع قبرص والاحتلال، تنازل بيه عن حدود مصر المائيه او ما يعادل ضعف مساحه الدلتا وحقوق غاز ليفاثان وافريديت. وقع اتفاق في مع اليونان في 2020، تنازل عن جزء جديد من حقوق مصر الماليه بحوالي 10,000 كيلو متر. أيد صفقة القرن الأمريكية علنا للتخلي عن القدس والقضية الفلسطينية. قام بطرد وتهجير أهالينا في سيناء من أراضيهم. أصبحت مدن زي رفح والشيخ زويد مدن أشباح. نسق مع العدو الصهيوني باعتراف الصهاينة لضرب أهالينا في سيناء بالطيارات زي ما نقلت نيويورك تايمز. قتل الصحفي الإيطالي باولو روجيني، وبعد كده إدى شركة إن الإيطالية تسهيلات وحقوق غاز بالمليارات، وعمل صفقة سلاح بأكثر من 10 مليار يورو عشان يخلي إيطاليا تسكت عن جريمة روجيني. عمل صندوق سيادي لبيع 3700 أصل من أصول مصر. إنكر فساد السيسي وأسرته. قام بتعيين ابنه محمود في المخابرات، وصعد بسرعة الصاروخ الراجل اللي يكون الراجل الثاني في الجهاز المخابرات، أما مصطفى ابنه الثاني فأصبح الراجل الثاني في الرقابة الإدارية، وحسن ابنه الثالث ده بقى وداه المخابرات جنب اخوه. اخو السيسي نفسه عينه رئيس وحده مكافحه الفساد وغسيل الاموال. اولاد اخواته كلهم معينهم في النيابه والقضاء. اعترف انه بنى قصور ولسه هيبني قصور الانتصار ولعيلته في المعموره والمنتزه والعالمين والساحل الشمالي والعاصمه الاداريه. عمل مدفن لوالدته بس اتكلف 3 مليون جنيه. عمل فندق اتكلف 2 مليار جنيه لصديق اسمه اللواء شريف صلاح الدين في قاهرة جديدة. عمل عاصمة إدارية تكلفت حتى الآن 60 مليار دولار عشان يقعد فيها بس هو والحاشية بتاعته، وبنى حواليها سور كبير جدا عالي جدا عشان محدش من الشعب يدخلها إلا بإذنه. أما مصايب السيسي في الاقتصاد بقى، عوم الجنيه في 2016 فانهار الجنيه قدام الدولار، ووصل الجنيه لأسوأ قيمة ليه في تاريخ مصر من 7 جنيه في 2013 لحد 16.5 في 2020. ارتفع الدين الخارجي من 43 مليار جنيه في 2013 لأكثر من 123 مليار دولار في يونيو 2020. ارتفع الدين الداخلي في عهده من 91 مليار دولار في 2013 إلى 270 مليار دولار في 2020. ارتفعت أقساط القروض في عهده عشان تصل إلى 555 مليار جنيه. فوائد بس، وصلت فوائد الديون بس 528 مليار جنيه.
اخذ قرض ب 45 مليون دولار من روسيا عشان يعمل محطه الضبعه النوويه اللي كانت تتكلف ايام مبارك 4 مليون يورو، وبرضه ما شفناش لحد النهارده اي حاجه عن المحطه دي. اخذ قروض بالمليارات من البنك الدولي وصندوق النقد والبنوك الاوروبيه، واشترى بها سلاح من الدول الغربيه عشان يضمن تأييدهم ليه في حكم مصر. حساب مصايب السيسي على الغلابه. وعد المصريين ان الاسعار مش هتغلى ولا هتعلى، وخلف وعده. زود اسعار المترو من جنيه ل 12 جنيه. رفع سعر البنزين 80 من 90 قرش في 2013 ل 6 جنيه و25 قرش في 2020. رفع بنزين 92 من 185 قرش في 2013 الى 7 جنيه ونص في 2020. رفع سعر انبوبه البوتاجاز المنزلي من 8 جنيه في 2013 ل 65 جنيه و70 في 2020. رفع انبوبه البوتاجاز التجاري من 10 جنيه في 2013 ل 130 جنيه في 2020. رفع اسعار الدولار السولار من 110 قرش الى في 2013 الى 6 جنيه 25 قرش في 2020. رفع غاز المنازل من 10 قروش في 2013 ل 2 جنيه 35 قرش في 2020. رفع علبة اللبن ب 5 جنيه في 2013 او اقل من كده الى 70 جنيه في 2020. خفض دعم الكهرباء من صفر الى من 4 مليار 4 مليار الى صفر، مفيش اي دعم، عشان كده الفواتير غلت جدا. خفض دعم السلع التموينية من 89 مليار جنيه ل 84 مليار جنيه. حذف اكتر من 10 مليون مواطن من بطاقات التموين. زود الضرائب على السلع فقط 415 مليار كانت الى 480 مليار. رفع ضريبه القيمه المضافه من 209 مليار جنيه الى 221 مليار. شال الدعم عن الميه والغاز، فارتفعت فواتير الكهرباء بصوره جنيه والغاز جدا. ونتيجه البلاوي دي ارتفع عدد الناس من خط الفقر في مصر بحسب ارقام التعبئه والاحصاء لاكثر من ثلث الشعب المصري. في حين ان البنك الدولي بيقول ان اللي تحت خط الفقر في مصر وصلوا الى 60% من المصريين. حارب الصيادين في دمياط واسكندريه وبورسعيد في رزقهم، وعمل مراكب وطنيه عشان يشغل لؤات الجيش. منح الجيش اداره وتشغيل المحاجر والملاحات ل 30 سنه وضيق على 5 مليون عامل في المجال ده. قفل مصانع كتيره زي القوميه للاسمنت والمصريه للملاحه وعشرات غيرها، وشرد الاف العمال عشان يشغل بتوع الجيش. صادر الاراضي الزراعيه من المصريين في البحيره والفيوم واداها للجيش. فشل في عمل مشروع التامين الصحي الجديد، واصبحت بورسعيد نموذج واضح للفشل بسبب نقص الاطباء والامكانيات. تسبب في موت كتير جدا من المصريين في ازمه كورونا بسبب سوء اداره الازمه، وبسبب اهداء مستلزمات طبيه لدول في العالم. الوقت الدكاتره فيه في مصر ما كانوش لاقيين مستلزمات طبيه ليهم والمصريين. بيهدد اهالي الوراق وعشرات الجزر اللي في قلب النيل عشان يعمل عليها مشاريع سياحيه للامارات والسعوديه. باع للامارات مشروع منطقه الاقتصادي في قناه السويس، واصبحت مواني دبي بتملك 51% من المشروع. سمح للامارات بالاستيلاء على اهم مراكز في القطاع الصحي في مصر من مستشفيات ومعامل وتحاليل وشركات ادويه. بيخطط دلوقتي لمنع الصعايده من دخول القاهره بالقطر، وده تسبب في موجه غضب. وقف البناء في مصر فشرد ملايين من العماله اللي كانت شغاله في قطاع المقاولات. قام بهدم الاف البيوت في مصر في كل المحافظات بحجه انها مخالفه، وشرد الاف الاسر المصريه. عمل لائحه جديده للاجور تسمح بتخفيض رواتب 7 مليون موظف، وده الحقيقه ممكن يشرد ناس كتير. رفع المصاريف الدراسيه من اول كي جي 1 لغايه الجامعه. داين مصر الحقيقه لسنين طويله لقدام، وخلى نصيب كل مولود بيتولد في مصر نصيبه من الدين في السنه اكتر من 60,000 جنيه. برافو عليا، برافو عليا، برافو عليا. انا خدت قد ايه؟ خدت 8 دقائق. عدت الثلاث دقائق، عدد الدقايق الحقيقه من بدري، ولسه ما اتكلمناش عن مصايب السيسي في التعليم والبطاله والاتوات والطرق القبيحه زي ما وصفتها الايكونومست، ولسه ما جبناش سيره الفن والدراما اللي دمروا السيسي والاعلام اللي افسده واهمال المصريين العالقين في الخارج وقت كورونا والسياسه والاحزاب والمحليات ولوقات الجيش اللي مسكهم كل حاجه وافساد الانتخابات ومكانه مصر اللي بقت في دير الامارات. ما جبناش سيرة عويس الراوي اللي اتقتل بدم بارد، والأطفال اللي لسه محبوسين من ساعة قمع مظاهرات سبتمبر. وي وي وي. الخلاصة يا حضرات، ما تكلمناش عن ألف حاجة من مصايب السيسي. مصايب السيسي أكتر بكتير جدا من إنها تتحصر في ثلاث دقايق.